تغير كبير وملحوظ في الظواهر الطبيعية خلال الأسابيع الماضية، حيث يشهد العالم أنماط مناخية جديدة ما بين ارتفاع كبير في درجة الحرارة واجتياح موجات من الحر لكثير من الدول، فضلاً عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الرطوبة، في حين تعاني دول أخرى من عواصف رعدية وسقوط أمطار غزيرة. ونبدأ فقرتنا الجوية بالعواصم العربية، ونبدأها من القاهرة التي تشهد طقس حار نهاراً وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 38 درجة، في حين تسجل الصغرى 25 درجة. أما في الرياض الطقس شديد الحرارة مع انخفاض في معدل الرطوبة، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 44 درجة، أما الصغرى ف 29 درجة. أبو ظبي الوضع غير مستقر وتسجل ارتفاع كبير في درجة الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 41 درجة، أما الصغرى ف 32 درجة. تونس يسود فيها طقس غائم جزئيا، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة، أما الصغرى ف 23 درجة. أخيرا الرباط والتي تشهد طقس غائم وتكون درجة الحرارة العظمى فيها 24 درجة، أما الصغرى ف 16 درجة. أما عن درجة الحرارة في العواصم العالمية، ونبدأ من لندن التي تشهد طقس ممطر وتكون درجة الحرارة العظمى فيها 17 درجة، أما الصغرى فتنخفض إلى 11 درجة. باريس تشهد طقس غائم مع ارتفاع في معدل الرطوبة، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 22 درجة، أما الصغرى 13 درجة. نذهب إلى موسكو التي يكون فيها الطقس مشمس وتسجل درجة الحرارة العظمى 27 درجة، أما الصغرى 15 درجة. واشنطن تشهد طقس غير مستقل وتسجل درجة الحرارة العظمى 36 درجة، أما الصغرى ف 26 درجة. أخيرا بكين تشهد طقس غائم وتسجل درجة الحرارة العظمى 34 درجة، أما الصغرى ف 23 درجة.